دكتور عمر هاشم ربيع، هل تسمعني؟ نعم عمرو. نعم، سألتك عن رأيك فيما يجري الآن في ميدان التحرير، الموقف في ضوء ما يجري. سبق أن ذكرت في صباح هذا اليوم على أحد القنوات الفضائية، قناة الحرة تحديدا الساعة 10 صباحا، وحذرت من حمامات دماء سوف تسكب بين أبناء المجتمع، بين أبناء الدولة الواحدة، عندما قام المتظاهرين مؤيدين للرئيس مبارك للذهاب إلى أو التلاحم مع المتظاهرين المعارضين له في أماكن كثيرة من أماكن الاحتجاج، وكان هذا الأمر واضح في ساحة التحرير بالقاهرة، وكان واضح ذلك بالأمس مساء أمس في الإسكندرية. كان المتظاهرين المؤيدين للرئيس مبارك هم ينتمون إلى أربع فئات أساسية، القلة منهم حسب ما رأيت وكانوا من الفتيات وبعض الأسر مع أطفال صغار، وهؤلاء كانوا من المتظاهرين الذين يتظاهرون بشكل سلمي في الشوارع بشكل سلمي ويرفعون الأعلام، ولا غضب في ذلك طبعا، كل طرف له حريه الراي، حريه في التعبير عن رايه، لكن المشكله كانت في الاطراف الثلاثه الاخرى، ليست مشكله فيهم فيما يتعلق بتظاهرهم، فهذا ايضا له اخطاء، لكن المشكله انهم كانوا يتقدمون الى ساحه التحرير للتلاحم مع المعارضين لنظام رئيس حسني مبارك. نعم، هذه فئه، من هي الفئه الاخرى؟ نعم، هذه هي الفئه الاخرى، وهي كانت تنتمي الى ثلاث انتماءات اساسيه، اعضاء الحزب الحاكم والأعضاء من قوات الأمن المركزي الذي ترتدي زيا مدنيا، وموظفي الإدارات وموظفي الحكومة والعاملين في دوائر الحكومة، وقد رأيتم أم عيني وزيرة شؤون وزيرة القوى العاملة وهي على باب مؤسسة الأهرام، وقد أصيبت بحالة إغماء من لم يلمسها أحد من الانتشاء، من حالة الانتشاء التي كانت فيها مع أعضاء من النقابات العمالية، وقد تم إدخال الأهرام لإسعافهم. هؤلاء هم من أربع تصنيفات، لكن طبعا الكم الأكبر كان من التصنيفات الثلاثة الأخرى أو الأخيرة الخاصة بالمتظاهرين المؤيدين للرئيس مبارك، والذي دفعهم أعتقد هو نفسه دفعا للتلاحم مع هؤلاء لإخراج المتظاهرين من ساحة التحرير ولشق صف هذا الوطن وسكب دمائه على مرأى من العالم كما هو واضح في شاشات التلفزيون. شكرا لك دكتور عمر هاشم ربيع من مركز الدراسات الاستراتيجية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، معنا من إحدى المباني المشرفة على ميدان التحرير، إحدى القاطنات في مبنى يشرف على ميدان التحرير، الشاهدة السيدة حنان عيسى. السيدة حنان، ما هي روايتك لما يجري الآن في ميدان التحرير؟ احنا شايفين بعنينا الضباط بيلبسوا مكان الجيش، وشايفينهم وهم بيجيبوا البلطجيه وبيدوهم فلوس. واحد من ضمن البلطجيه انا بعرفه شخصيا اسمه وليد كامل، موجود واتصل بيا وقال لي سامحيني بقى، عشان هو عارف طبعا ان احنا من الناس الشرفه اللي رافضين، قال لي سامحيني بقى فيها مصالح، بيدوهم فلوس. نعم، بيدوهم فلوس ويجيبوا البلطجيه ويلبسوا هم نفسهم مكان الجيش، حتى الجيش نفسه مش الشرطه، هو الشرطه. تعني ان افراد الجيش الموجودين حول الميدان ليسوا هم نفسهم الشرطه وبيلبسوا لبسهم، ليسوا من الجيش، ليسوا من الجيش نهائي، احنا شايفين بعينينا. نعم، ارجوكم فهمونا، يعني احنا عايزين نحلها باي شكل سلمي، ازاي احنا نبقى سلميين وتيجي الناس الوحيده اللي بتأيد مبارك هي اللي بتعمل الشغب. نعم، كيف هل يمكن ان تروي لنا سيده حنان هل يمكن اللي المفروض بتبقى في ايد الشرطه بس؟ نعم، هل يمكن أن تروي لنا كيف بدأت هذه الاشتباكات؟ الاشتباكات بدأت بلم البلطجية، بقول لحضرتك منهم واحد من حاره اليهود ومن الموسكي ومن الناس ديت اتصل بيا وقال لي أنا بضطر إن أنا أطلع الطلعة ديت فيها مصالح، لموهم وجابوا لهم كاسيت وجابوا لهم أسلحة واتفقوا معاهم وادوهم فلوس وقالوا لهم انزلوا وبتشجيعهم، وهم نفسهم لابسين مدني وهم نفسهم لابسين الجيش. يعني اللي عندنا شرطه، الشرطه بتلبس مكان الجيش مره، وبترعب الناس في البيوت عشان يفضلوا الناس في البيوت يحموا بناتهم، وفي نفس الوقت ما يقدروش ينزلوا. طب انا هقول لك حاجه بسيطه، حل وسط، ادخلوا البيوت واسالوا اهل الناس مين
عايز ومين مش عايز. انا بقالي 11 سنه في العذاب دوت، مش عارفه اشتغل ولا انا ولا اولادي ولا اي حد. بناتي قعدتهم في البيت مش عارفه انزلهم من يوم ما بدا الفساد. نعم. هل يمكن ان نعم. هل يمكن ان تحصي او هل تمكنت من احصاء عدد اصابات بين المتظاهرين او حتى المهاجمين في اثناء هذه الاشتباكات؟ شايفينهم بعنينا مكاكين بيتضربوا، ما معهمش سلاح، قاعدين مسلمين كل دوت. عايز اقول لك حاجه، اداره امريكا واداره اليهود يتفقوا بقى مع حد يتكلموا معاه. الشعب فاهم ان اللعبه دي كلها منهم. ريحونا وريحوا الشعب، خدتونا وملكتونا وما اديتوناش فلوس وما ريحتناش وحطيتوا فساد. هاتوا حد فاهم لا يكون هو من الحزب ولا البرادعي ولا ايمن نور ولا اي حد. هاتوا حد محايد، هاتوا عالم. عندنا العالم المصري احمد زويل، هاتوا اي حد الشعب يوافق بيه. هيتقي ربنا فينا على الاقل، هيقول لهم اقعدوا شوفوا مصالحكم مفيش مشاكل، هنحافظ لكم على الاتفاقيه اللي عملتوها مع حسني مبارك مفيش مشاكل. نعم. بس على الاقل يريح. الان انت تشاهدين ما يجري في ميدان التحرير، هل تلحظين يعني انسحابا او تراجعا للمتظاهرين من ميدان التحرير؟ وتصوير فيديو، انا مش بتكلم دوت من فراغ. احنا اعصابنا تهبت والشعب مش فاهم، جزء منه كبير مش فاهم. اللي ليه مصالح وعايز في الهيصه هو ده اللي عايزه، لكن الشرفاء اللي قاعدين في البيوت مش عارفين يشتغلوا ولا عارفين يعملوا حاجه ولا عارفين يتعالجوا ولا عارفين يعملوا اي حاجه في الدنيا، مش بايديهم حاجه. كفايه بقى. نعم. هل شاركتي في التظاهرات بميدان التحرير؟ انا للاسف مريضه وعندي السكر ومش قادره. انا كان نفسي ابقى من وسطهم. نعم. لكن انا 44 سنه وبعمل، لكن انا مريضه مش قادره انزل. عارف لو انا قادره انزل كنت اولهم. انا ليا اصحابي من المخرجين والمنتجين ومن كل الناس في الشوارع بايتين، ولا حد فيهم معاه سلاح. السلاح ظهر النهارده بس. نفسي نقول القنابل المثيله دي جت في ايد الشعب البلطجي ده ازاي؟ احسبوها طيب، اعقلوها طيب. شكرا لك في القاهرة. إذن كانت هذه شهادة إحدى السيدات التي تقطن في مبنى يشرف على ميدان التحرير، ولعل من أهم ما ورد في شهادتها أنها رأت الشرطة يرتدون ملابس الجيش قبل أن يتحرك المهاجمون نحو ميدان التحرير. ربما هذا يفسر كيف لم يتدخل الجيش لمنع المهاجمين إلى الوصول إلى الميدان. إذن مع حلول ساعات المساء معنا أيضا من ميدان التحرير الصحفي عمر هشام. يبدو أن الاتصال لم يتم حتى